حصلت الروسية كسينيا كريفكو على لقب ميس جلوب 2020 في المسابقة التي استضافتها المدينة الصينية شينزين. وفازت الروسية البالغة من العمر 37 عاماً والأم لأربعة أبناء بمسابقة ملكة جمال سيدات العالم، هذه المسابقة السنوية التي تقام للمشتركات المتزوجات من هم فوق 25، حيث تخوض المتسابقات عدة مراحل وتصفيات خلال أسبوع قبل اختيار الفائزة.